ايه موضوع ايجاريا بقى؟ ان هو ايجاريا ممكن يرجع تاني نادي الزمالك بعد ما مشوه. طيب بص، بعد السوبر المحلي الامور اتقلبت تماما جوه نادي الزمالك. احنا دايما في كل حواراتنا كريم هنا وفي اي مكان مع بعض كنا بنقول حاجه واحده، ان اغلب صفقات الزمالك جت بدون موافقه او رضا جوميز، واتكلمنا في ده اكتر من مره. بعد السوبر المصري جوميز يعني بالبلدي كده قال لمجلس الاداره اديكوا شفتوا الوضع، لما بقى عندي مشكله غياب اتنين لعيبه في الملعب ما لقيتش على الدكه ببص ما فيش حد موجود معايا ما فيش حد جنبي، ودي كانت مشكله. لو كان معايا لعيب زي ايجاريا، هو ضرب مثل بايجاريا، لو كان معايا لعيب زي ايجاريا كنت ممكن اقدر استفاد منه في ماتش زي ده، لان هو الراجل شايف ان هو لو كان قدر ان هو ينزل وينج بدل مشلاك كان ممكن يخلص الماتش في 90 دقيقه وما يروحش الاشواط الاضافيه. وبالتالي مجلس الاداره قال له يعني من اللي جاي كل الصلاحات المطلقه ليه. مجلس الإدارة وجوميس شايفين إن ممكن يكون الحل المؤقت إيجاريا، ولكن هل اتاخد قرار إلى الآن إن يبقى في إيجاريا أو يتبعت يجي ينزل يمضي الحاجات دي؟ إلى الآن ده ما حصلش، ولكن في الصورة. ليه؟ لأن إيجاريا لعيب فري، فالزمالك دلوقتي بيبحث قانونية الموضوع، وفي نفس الأمر اتفتح كلام مع إيجاريا. طب أنت لو رجعت، هو اللعيب ما عندوش مشكلة لأنه في الآخر هو لعيب قاعد في البيت. يعني الناس برضو قال لك طب اللعيب بعد ما مش هيرضى يرجع، لا هو اللعيب ما عندوش مشكلة، ولو اتبلغ بشكل رسمي أنه هو يجي هيجي. فالزمالك فتح الكلام مع إيجاريا، أو فاتح حصل بشكل رسمي أو خطوة رسمية اتخذت؟ لا، إلى الآن ما اتخذتش خطوة رسمية في موضوع إيجاريا. يعني عظيم جدا. إيجاريا ماله؟ طب بص مصر ماله؟ هو الموضوع واضح أنه هو يعني حرب مصر. بص في الاخر هو مطلب مدير فني، يعني في الاخر هو مطلب مدير فني. طب الراجل اللي كان جايبه وقال لك ان انا كابتن حسين السيد ما ردش عليه ونفس، بص هقول لك، لا انا ما اعرفش ده قصته. طب قصه سمير عبد التواب؟ لا بص هقول لك على حاجه، قصه الراجل، قصه سمير عبد التواب فجاه بقى مسؤول عن الراجل ده وبقى وكيل وهو ما يعرفوش اصلا. فدي نقطه من النقط الغريبه. طب هو في حرب اصلا ما بين اعضاء مجلس الاداره؟ طيب تحديدا كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد. ده من اول يوم، وكابتن حسين لبيب في أول يوم حرب، وعشان كده الراجل ده لما جه لعبوا ماتش بتروجيت او لعبوا شوط في ماتش بتروجيت الزمالك خسروا، ولقوا ان الراجل مش شايف. قال لك طب نديله ماتشين تاني وفقا لل10 ايام اللي اتفقوا عليه. فالراجل قال لهم لا انا جاي علشان اتعاقد، وانتوا جبتوني على هذا الاساس. رجعوه من المطار وخلاص هيمشي. فواحد منهم من اللي خلاص بقى مسؤولين عنه، طب هرجعوه ونتفاوض بقى وننزل 20-30% من عقده. فكان مجلس اداره الزمالك متخوف خلاص، عشان كده رحل. جوميز بقى كان عايزه فنيا، شاف ان هو يقدر يشيل الـ يعني ايه التراب اللي كان موجود عشان نرجعه المستوى. ماشي، وارد. هو مدير فني كبير وهو محترم على فكره، مش انا بشكل، انا شايف ان هو راجل رائع يعني بصراحه رغم الظروف الصعبه اللي فيها الزمالك. لكن انت عندك مشكله اسمها يعني كل واحد بياخد قرار بشكل ما، ودي انا كنت مستني ان جوميز من البدايه، انا طالما بدات موسم جديد وسع يا عم انت وهو بعد اذنكم انا اللي اخد القرار وهيبقى حقه. ما يقدرش؟ لا ما يقدرش، يبقى ما يشتغلش. ما انا هقول لك السبب. اتفضل. يعني نتناقش فيه. هو دلوقتي انا ما عنديش فلوس في النادي، وانا هحاول ادور على اللعيبه اللي ينفع اجيبها ببلاش، اللي ينفع اخدها بسعره. فانا هاجي اقول طلبات مثلا، هيجي يقول لي لا مش هنقدر نعمل طلبات. طلبات هو راجل فري. ماشي. ما يقدرش ليه؟ هو ده كان فري فجأة، ده بقاله سنة قاعد في البيت. ما يقدرش، ما جاوش من الأول. ده سؤال مهم جدا. طب أنت اتعرض عليك فلان وفلان، بن تايك ومحمد حمدي وكونراد مشلاك وقبلهم بوبينزا، مش كل دول اتعرضوا عليه؟ طب هو مش راضي عن الصفقات، خدهم ليه؟ ده برضه سؤال مهم. ده كل ده وأنا بأكد لك إنه راجل عامل أيوة شغل كويس. هو خدهم مضطر عشان مفيش غيرهم. طب انت ليه ما جبتش ليه مركز ستة؟ يعني انت راجل اديت موسم وعارف ان عندك نقائص في حتت معينه. ما لقيتش ستة ببلاش. ما لقيتش ستة ببلاش. طب ما لقيتش باك رايت؟ هو فيريرا كان عنده حاجات اصعب. استاذ جلال، استاذ جلال بعد اذن حضرتك عشان برضو ايه يعني تبقى واضح، ازعم ان انا داخل في تفاصيل شويه في القصه دي. الراجل كان بالنسبه له الاولويه مش مركز ستة ولا مدافع ولا باك رايت. احنا كلنا في الاعلام بنطلع نقول الزمالك عايز باك رايت بديل لعمر جابر، وعايز مدافع، وعايز ستة، وعايز الراجل قال لهم انا مش عايز كل المراكز دي، هاتوا لي وينج. وده اللي الراجل اتكلم فيه بعد السوبر المصري، قال لك يعني التشكيل والتغييرات وشكل الزمالك
اثبت ان احنا كنا محتاجين حد قدام. انا ما عنديش حد قدام. والراجل مش مقتنع بمشلاك، لان مشلاك هيودينا لنفس النقطه اللي استاذ جلال اتكلم فيها وفتحناها مرات عديده يا كريم، ان في خلاف في مجلس اداره نادي الزمالك ما بين مين بيجيب الصفقات، مين هياخد السوق. طب ما رفضوش ليه يعني؟ هو دلوقتي رفضوا هو مع لا وغير رفضوا، خد بالك برضو يا كريم على فكره بالمناسبه، هو الراجل كمان كان رافض بنتايك عشان برضو، ودي معلومه 100%. ولكن في هو رافض بنتايك مضى ان هو موافق عليه، مضى او ما مضاش، هو الراجل ما عندوش رفض. انت رفض، انا بقول لك مضى انه وافق عليه، ما عندوش رفض. اتقال له كده انت موافق ولا مش موافق؟ قال لهم انا موافق عليه، امضي لي هنا. راح طيب. مش هو مضى على وجود بنتايك مع الفريق؟ هو حد اجبر ان هو يمضي برضه؟ لو احمد فتوح كان جاهز للسوبر الافريقي كان هيقعده على الدكه وهيلعب فتوح. ماشي، حاجه لعبه فنيه. انا بقول لك مضى. انا بقول لك انه ماشي، انا همضي على حاجه انا مش عايزها. احيانا في مدربين خلي بالك بيمشوا دنيتهم عشان يفضل يمشي دنيته حاجه، وان انا امضي. ما هو بمضي عشان اكمل، اكيد ان انا عايز اللعيب ده حاجه ثانيه. ممكن لو قال لا ممكن يمشوه هو شخصيا. مش مين قال كده؟ اسمع كده يا عمرو، انا عشان ما اقولش ان انا مش عايز لعيبه. احيانا المجلس الاداري بيبقى اقوى من المدربين طبعا. طب ما هو دلوقتي وكيلو بيقول لك ان هو عنده عروض من بره. هل كولر يعني راجل ده مش قاعد في البيت يعني؟ استاذ جلال، يا استاذ جلال، هل كولر يقدر يفرض على النادي الاهلي حاليا لعيب بعد مودست؟ يقدر طبعا. لا، مين قالك انه ما يقدرش؟ لا 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 يقدر، يقدر دلوقتي في الوقت الحالي يقدر. والوضع في الاهلي مختلف، خلي بالك الوضع في الاهلي مختلف.